السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم بإذن الله غادي نديرو دروس ديال تعلم طرز رباطي إن شاء الله بإذن الله، درس جديد بأشكال هندسية بوريدات. كاين الرشيمات اللي غادي نقدروا نديروا بهم جليلبات سبور، قميصات يعني قمايص. ان شاء الله بغيتكم تتبعوا معايا كما العاده الفيديو دقه دقه طبعا مع الشرح. كيف ما كتشوفوا معايا البنات غادي نخدموا هاد الزواقه هذه، هي على شكل هندسي، كتخدم بثلاثه ديال اللوان، اربعه ديال اللوان البنات باش كتخدم، ماشي ثلاثه ديال اللوان. بالنسبه للبنات اللي كيلقاو صعوبه في تناسق الالوان، مثلا كيف ما كنقول لكم دائما اعتمدوا على الملونات، خذوا الملونات يعني في البدايه ديالكم ديال التعلم، استعملوا الملونات حتى هما راه تينفعوا. مثلا البنات غندير هادي غوزانديان، وغندير هادي اللي مقابله مع غوزانديان، غنمشي لهادي غنديرها صفراء، شوفوا معايا البنات، وغنمشي لهادي اللي مقابله معها تاني صفراء، غادي نمشي نخدم تاني هادي خضراء، ونمشي تاني نخدم هادي خضراء. البنات الا كنتو بغيتو تخدمو بثلاثه ديال اللوان ماشي مشكل، خدمو بثلاثه ديال اللوان، بغيتو تخدمو باربعه ديال اللوان خدمو باربعه ديال اللوان، بغيتو تخدمو ب جوج الالوان غادي تقدرو تخدمو بهم. انا غادي نزيد حتى البيستاش كيف ما كتشوفوا معايا، غنخدم بهاد ثلاثه ديال الالوان، ثلاثه ديال الالوان ها هما التيركوا والغوزانديان والصفر و البيستاش. انا غادي نقول لكم البنات السيري ديال كل لون، بالنسبه لهاد اللون هذا 5026 البنات، 5026 التيركوا 5026. بالنسبه للفوشيا غوزانديان هذا داير كيشبه الفوشيا، السيري ديالو 1646 1646 البنات. بالنسبه للون صفر 2445 2445 صفر، هذا اللون هذا زوين، وحتى هذا البيستاش زوين، اللون ديالو غزال. عندكم السيري ديالو 2262 2262 السيري ديال البيستاش. البنات عطيتكم السيريات ديال هادو لان الوينات هما كنخدموا بهم بزاف، بغيتكم البنات تبعوا معايا ان شاء الله دقه دقه. بالنسبه لهاد الزواقه غادي نخدموها بالخطفه، البنات ردوا معايا البال ان شاء الله، غادي نشرح بطريقه المعتاده. بالنسبه لهذا الشكل الهندسي هو كيجي زوين صراحه، كيجي زوين. مثلا البنات انا غادي نخدم دابا بالتيركوا، بسم الله البنات غادي نبدا على بركه الله. اول حاجه البنات غادي نخدم هاد العليفات هما الاولانيين، لان هاد الزواقه هادي الاصل ديالها تخدمات بالكمبيوتر، انا غادي نخدمها بالطرز رباطي، يعني اي زواقه ممكن انكم تحكموا فيها تخدموها بطريقه باش بغيتو نتوما. اول حاجه غادي نخدم هاد الوسط ديال العليفات، هاد الوسط اللي فيه العليفات عفوا. غادي نخدمو البنات بالغوزانديان، انا عجبني نخدمو بهاد اللون، واخا شونطيو نخدموه البنات غادي نحددو بهم هما باش غادي نحددو. بسم الله كاينين 8 ديال العليفات، شوفوا البنات كاينه هنايا النقطة، هذه هي النقطة، شوفوا البنات يعني قبل ما نعمرو كنحددو.
دائما البنات نحددو بهذه الطريقه هذه عاد بداش عاد باش نبداو نعمرو. ملي كنديروا هذه الطريقه هذه كتكون الورده ديال العليفات مقاده. العليفات البنات كلشي عارفينهم، كيكون الراس ديالهم رقيق وكنعرضوا في الوسط وكنرققوا في النهايه. ردوا معايا البال البنات، وخصنا نخدموهم بنفس الحجم. كنخدم وحده اونفاس الاخرى وكندور شويه باش نخدم هذه ونخدم هذه. شوفي البنات كيفاش كيجيو، انا راه خدمت وعاودت خدمت، يعني جات مبومبيه. غندير الصيمه صغيره وسط منهم. غادي نمشي البنات لهادي هاد السواقه هادي، غادي نخدم وحده على اليمين وحده على اليسار. علاش البنات؟ غادي نخدمهم مجنبين، يعني ضروري غادي نخدمهم مجنبين وغنخدمهم بالخطفه. غنمشي وغادي نخدم على هاد الحاشيه هي الاولى، ونمشي بالعراض ونمشي حتى للفوق ندير الراس رقيق ونرجع. ردوا معايا البنات، ردوا معايا البال البنات. البنات كيفاش كندي يدي وتنجيبها، ماشي كندي بديك الطريقه اللي وريتكم ديال كندي ونمرمه وكنجيبوها بهذا الشكل هذا. لا، حنا كنفيكسيو ركبتنا على العراض الشرطه رقم 3 البنات، الشرطه رقم 3. شوفوا معايا البنات، كنخدم وكنخدم بحال الشكل ديال الخطفه. كندور ثاني المرمه، كنخدم انا كنخدم يمن باليمن. معايا البنات خدمت وحده اونفاس الاخرى، غادي نجي ثاني غادي نخدم وحده اونفاس الاخرى. البنات راه ما خليتهمش في الحجم ديالهم، راه زدتهم شويه. غنخدمها كيف ما خدمت هذه، غنخدم الصفراء. هاد البلاصه البنات كتكون مايله بحال كنديرو ديك الدوره ديال التشناف.
البنات هذه غتجيكم سهله، لان الخطفه هي ما كتكون صعيبه بزاف، الخطفه كتكون خفيفه. انا البنات بغيت نكمل معكم الزواقه باش تبان لكم الطريقه، حتى الا ما شفتوش في الاول ديال الفيديو غتشوفوا في الثاني. شوف هي البنات الطريقه سهله صراحه. شفتوا البنات، ودائما البنات نحاولوا ما نخرجوش على الزواقة على العليفات، دائما نردوا البال باش ما نخرجوش على العليفات، يعني باش ما يمشيش لينا الحجم ديالها. البنات هنايا راه ما كنمشيوش مثلا ملي تنبغوا نخدموا هاد البارتيه هذه، راه كنمشيو مجنبين في هنايا، ما كنمشيوش ديريكت هنا. كنمشيو ديريكت. شوف مثلا البنات كنديروا هاد البارتيه هي الاولى، كنديروا هذه هي الاولى بحال الشكل ديال التشنه، وكنديروا الشكل وكنزلوا مجنبين. شوفوا هي البنات كيفاش كطلع، كطلع زوينه غزاله غزاله غزاله. شوفوا البنات شفتوا معايا، انا غادي نحاول نقربها. شفتوا معايا البنات كيفاش كطلع، شكل هندسي شكل هندسي. لينا فريده البنات بغيتو تفينيو الجناب بالدقه، يعني الا كنتو باغيين تفينيو بالدقه انا نوريكم الطريقه باش غادي ديروا الدقه، ولكن الدقه غادي ديروها صغيره، يعني ما ديروش الدقه تكون كبيره. كنديرو ديك السطيمة بالسقلي، كنجيو كنديرو من الفوق، شتوما يا البنات إلا بغيتو تفينيو بالدقة، إلا ما بغيتوش خليوها هكا. نخدم معكم واحد الورده البنات، بالنسبه لهاد الورده هذه وحده دايره بحال الشكل ديال التشناف، ولكن مفورميه. دائما انا البنات كما كتقولي واحد الاخت قالت لي ديما كتقولي فورمي فورمي، وفعلا الا ما فورميتيش الزواقي يعني ما عطيتيهاش الشكل ديالها راه ما غاديش تجي زوينه.
مثلا البنات غادي نجي نخدم هذا القليب، اشنو غادي ندير؟ ردوا معايا البال البنات، هذا القليب هذا ماشي اون فاصليه. شوفوا البنات دابا انا رجعته مقابل معايا، هذا مقابل معايا، ولكن شوفوا فين غادي ستيلو. قال هاد القلم الملون فين غادي، يعني اي اتجاه غادي بالجنب. غادي نجي البنات غنشد هاد الجنب هذا، شوفوا معايا البنات هانتوما، ها هو الجنب ماشي هكا، هاد الجنب شوفوا معايا راه جاي في هاد الحاشيه ديال التشنيفه الاولى، التقويصه الاولى. غادي نجي غادي هادي راه دايره بحال الشكل ديال القلب، غنرقق ونعرض وانا كندور في المرمى. هاي التشنيفه الاولانيه البنات، كنحاول غير نجبد واحد شويه لداخل ونخرج. وهاد هاد الطوره هادي كنعرض فيها، يعني كنطلق فيها العرض مزيان هنا، كندور المرمى كندير بحال الا كندخل ونخرج ثاني. ونرقق البنات، هذه هي الطريقه ديال هذا القليب هذا. هذه غنديرها بحال الشكل ديال الاس عريض، ردوا معايا البال البنات هي كيفاش كندير، حتى كنفورمي ديك الزواقه باش تجي زوينه. يعني اشنو هي الفورمه؟ تفورمي الزواقه يعني تعطيها راس، تعوجي لي هذاك الراس ديالها، تعطيها شويه ديال العرض في الوسط باش تجي عاطيه العين وتجي زوينه. شوفوا معايا البنات هذه دابا غنخدمها انا التشنيفه، ولكن التشنيفه مفورمي لي هذاك الرويس ديالها. شفتوا معايا؟ غادي نجي تاني غادي نخدم هذا اللي دار بحال الاس، غادي نعرض حيلا غنقوس ونرقق وندير رويس رقيق. غادي نهز تاني لون فوشيا غادي نمشي البنات غادي نخدم هاد الاس اللي دار بحال الشكل ديال التشنيف مقوس على الورده من الداخل. ردوا معايا البال البنات، غادي نمشي براس الخير ونطلق العرض وانا كندور في المرمى، وندخل واحد شويه غير واحد شويه ونخرج ونطلق ثاني العرض. ردوا معايا البال البنات كنعرض وتنعاود ندخل شويه ونخرج ثاني نعرض، ومنين نقرب نوصل هنايا كنرقب. شفتوا معايا البنات جات زوينه. غادي ندير لون ثاني، غنخرج هاد التشنيفه من هنا، غنميل المرمى وغنخرج وحدة أخرى. شفتو معايا البنات كتقدوها بطريقة اللي هي ساهلة وبسيطة. كنجي كندير هاد التشنيفه حتى هي، كندخل داخل شويه وكنخرج. شوفوا البنات كيفاش تشكلت الورده،
معايا البنات طريقه سهله وبسيطه كيف ما كتشوفوا معايا. خدمت لكم بطريقه مع الشرح، ان شاء الله تستفدوا من هذا الدرس هذا. وبالنسبه لهذه السواقه هذه تحت طلب الاخت ام ملك، الاخت ام ملك كنتمنى الشرح يكون واضح، وانتظروني ان شاء الله في تتمه ديال هذا الدرس هذا ان شاء الله باذن الله. يلا البنات تبقوا على خير.